السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول المقارنة ما بين كلية حاسبات ومعلومات وكلية تجارة، نظرا لأن كتير جدا بيستفسر بخصوص هذا الأمر، ما هو الكلية الأفضل؟ أنا جالي التنسيق بتاعي، هل هي حاسبات ومعلومات أم هي كلية تجارة؟ ولذلك حبيت أن أعمل هذا الفيديو علشان يوضح لحضراتكم هذه المقارنة. في البداية هتلاحظ بأن التخصصات المختلفة في الكلية بتثير الكثير جدا من التساؤلات حول العديد من الأشخاص. كتير جدا بيفكروا هل ادخل كلية حاسبات ومعلومات ولا ادخل التجارة ولا ادخل اداب ولا ادخل علوم ولا ادخل تربية. وفقا لمجموع وفقا لمحددات كتيرة بتجد بان كتير جدا بيكون لديهم نوع من انواع التشدد، ولذلك نقطة من المهم جدا انك تداركها ان يكون لديك نوع من انواع التحديد لما يجب عليه ان يكون عليه التخصص المناسب ليك. واحدة من اهم هذه الامور انك تعرف المزايا والعيوب الخاصة بكل تخصص، وانك تعرف اولا ما هي هذا التخصص حتى تستطيع انك تعرف هل هذا التخصص مناسب ليا او لا. اذا تحدثنا حول كلية حاسبات ومعلومات هتلاحظ بان هذه الكلية ومن اسمها هي كلية خاصة بالحاسبات والمعلومات. الحقيقة كتير جدا اول ما بيسمع حاسبات ومعلومات يقولك ايوه انا بحب الكمبيوتر، ولكن بحب العب ببجي، بحب العب العاب على الانترنت، بحب العب فيفا، بحب العب شات، اي ما حلو. كل هذه الامور تعتبر من الهوايات او ان انت بتلعب على الحاسب الالي، ولكن انا اقصد هل انت بتحب الحاسب من ناحية الهاردوير السوفتوير؟ هل انت بتحب مثلا تسطيب البرامج؟ هل بتحب مثلا تسطيب الويندوز؟ هل بتحب لو في مشكلة مثلا انك تدخل اول واحد حابب ان انا اظبط، حاول ان انا اظبط الصوت، حاول ان انا اعدل كل المشاكل الخاصة بالنتورك؟ اذا انت لديك حب للحاسب الالي، ولكن من هذه الجهة وليست من جهة الالعاب او جهة ان انا بحب العب على الحاسب الالي. هذا الامر قد يكون هواية مناسبة ليك، ولكن انا بتكلم على العمل. ولذلك نقطة محورية مهمة جدا انك تعرف هذا الفارق، نظر لانه بيمثل جانب كبير جدا في العديد من الامور، لان كتير جدا بيفتكر ان هذه الكلية تدخل هتلعب فيها، ولكن هذه الكلية هتبقى مسؤول عن العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات، هتحتاجك علشان لديها حواسب، واصبح الاعتماد على الحاسب الالي في الوقت الحالي بيمثل جزء كبير جدا. هذا الامر بيفرض العديد من التحديات عليك بان يكون لديك نوع من انواع الاهتمام بكيفية ادارة هذا الامر. ولذلك نقطة من النقاط المحورية ان يكون لديك تحديد لهذا الحب، انت تحب الحاسب الالي من هذه الجهة اللي اتكلمنا عليها وليس من الجهة الاخرى. ولذلك هتجد بان كلية حاسبات ومعلومات بتهتم بتدريس العلوم الخاصة بالحاسب، وكذلك إدارة الشبكات وإدارة المنظومة الإلكترونية، وكل هذه الأمور بيشتملها كلية الحاسبات والمعلومات علشان تخرج شخص قادر على أنه في حالة عملك في قسم الاي تي داخل الشركات والبنوك والمؤسسات، قادر على أنك تقوم بنوع من أنواع الاعتماد والقيام بأداء الأعمال بشكل جيد. ولذلك هتجد هنا بأن كلية حاسبات ومعلومات تعتبر من الكليات اللي بتقبل من الأقسام العلمية والأدبية، وهتجد هنا هذه الكلية في بعض الأحيان قد تقبل فقط من الأقسام الرياضية، نظرا لأنه بيعتقد بأن هذه الكلية قد لا تكون متاحة للأقسام الأدبية. ولذلك إذا كانت هذه الكلية من ضمن الكليات المناسبة ليك، هتجد بأنك زي ما احنا قلنا لديك ميل إلى الحاسب الآلي من الناحية اللي اتكلمنا عليها. ثانيا هتجد بأن دراستها بيغلب عليها الجانب النظري التطبيقي في مقابل انخفاض الجانب النظري، هتجد أن الجانب التطبيقي عليها كبير. ثالثا هتجد أن بتميل المواد وبتميل الدكاترة فيها إلى نوع من أنواع السهولة، وليست السهولة الشديدة، ولكن بالمقارنة مع كلية التجارة هتجد بأن المواد أسهل من كلية التجارة. كذلك إذا تحدثنا حول مجالات العمل، وهنا نقطة مركزية وكبيرة جدا، هتجد بأنه لم يعد في الوقت الحالي لا يوجد شركة، مؤسسة، بنك، أي مكان لا يوجد لديها قسم آي تي، ولذلك أنت هتجد أن لديك فرصة كبيرة جدا أنك تعمل في العديد من المنشآت، نظر لأنه لا يوجد أي مكان لا يخلو من آي تي أو قسم تعامل مع الحاسب الآلي، نظرا لأن كل المؤسسات في الوقت الحالي بتتعامل مع الحاسب الآلي. ولذلك نقطة محورية جدا أنك تعرفها بأن هذا الأمر بيمثل أفضلية كبيرة جدا، ولذلك يجب أنك تأخذها في الاعتبار. إذا انتقلنا إلى كلية التجارة، تجد أن كلية التجارة هي 4 سنوات بتقبل من الجانب القسم الأدبي والقسم العلمي، وده بيفرض أيضا العديد من التحديات، أنك هتجد أن كلية التجارة تعتبر تنسيقها أقل من تنسيق حاسبات ومعلومات. كلية حاسبات ومعلومات التنسيق الخاص بيها أعلى
يميل إلى العلو أكثر من كلية تجارة، ولكن كلية تجارة فيها نوع من أنواع التنوع في التخصصات، تدخل قسم المحاسبة ولا تدخل قسم إدارة الأعمال ولا نظم معلومات ولا تدخل قسم التسويق ولا الاقتصاد ولا التجارة الخارجية ولا الإحصاء. إذن أنت بيكون عندك عدد كبير جدا من التخصصات، التخصصات الكثيرة دي هتساعدك في العديد من الأمور، إنها هيكون لديك نوع من أنواع التنوع في حالة إنك لم يعد لديك الرغبة في الدخول في قسم معين، تستطيع منها إن أنت تنتقل إلى تخصص آخر بعد التخرج مدام حاصل على بكالوريوس كلية تجارة. بالنسبة للمواد الخاصة بكلية تجارة، هتجد بأن كلية تجارة بتميل المواد فيها للصعوبة أكتر من كلية الحاسبات والمعلومات، ولكن هذا الأمر أيضا بينعكس على العديد من الأمور زي الامتحانات بتاعتها والجانب الخاص بالتعامل مع الرياضيات والتعامل مع الأرقام، قد تجد هذا الأمر غير مريح بالنسبة لك. نعم كلية التجارة فيها تخصصات زي تخصص إدارة الأعمال به العديد من المجالات النظرية، ولكن تخصصات زي المحاسبة زي الإحصاء زي الاقتصاد هتجد بأن الجانب العملي فيها واستخدام الرياضيات فيها عالي، ولذلك إذا لم تكن من محبين هذا الأمر من المهم جدا أنك تعرف ده من البداية. كذلك من النقاط المهمة أن كلية التجارة من الكليات التي لا يوجد فيها تركيز كبير في الحضور والغياب، نظرا لأنك لو دخلت القسم العربي فيها تجد أن عدد الخريجين فيها مهول وكبير جدا، ولكن كلية حاسبات ومعلومات في الغالب عدد الطلاب فيها قليل وعدد الالتزام بيها كبير جدا. فلو أنت من الأشخاص اللي من المتوقع عدم التزامهم في الكلية لأي ظروف، سواء أنت متزوجة ولا لديك القدرة على الذهاب للكلية أو أنت شخص بتشتغل، أي ما كانت الأسباب، هذا الأمر يجب أن يتم أخذه في الاعتبار. كذلك من النقاط المهمة أنه الدكاترة في كلية التجارة بتميل إلى الصعوبة، أغلبية الدكاترة بيدرسوا بشكل أكاديمي جدا، وقد لا تجد هذا الأمر ممتعا في مقابل كلية الحاسبات والمعلومات. كذلك من النقاط السلبية في هذه الكلية أن عدد الخريجين كبير جدا من هذه الكلية، نظرا لأن هذه الكلية لديها بعد خاص، معاهد خاصة وأكاديميات خاصة وجامعات مصرية وحكومية وأجنبية، كل هذه الجامعات بتخرج خريجين كلية التجارة، ولذلك هتجد بأن مجال المنافسة مشتد وحامي جدا ويجب أن يتم أخذه في الاعتبار. من الجوانب المهمة جدا التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار أن إسكان هذا التخصص من التخصصات اللي بتحتاج نوع من أنواع المصاريف زي تجارة إنجليزي أو تجارة PIS أو FMI، أي مكان التخصصات أو تجارة جورجيا أو تجارة خاصة، يجب أن يتم أخذه في الاعتبار أن هذه الكلية نعم لديك معدل عالي من المخرجين، ولكن المنافسة قوية جدا في سوق العمل، نظرا لأن الأقسام الأجنبية بتتنافس بشدة في السوق، وكتير جدا من المؤسسات بتفضل خريجين الأقسام الأجنبية نظرا لأنها بتتعامل مع المحاسبة أو التجارة باللغة الإنجليزية، فالأفضل لي أن أنا أجيب حد خريج تجارة إنجليزي لديه المصطلحات باللغة الإنجليزية. لكن لو أنت دخلت كلية تجارة عربي، هذا الأمر ليس ميؤوس منه، ولكن حاول أنك تجتهد في تحصيل اللغة الإنجليزية والمصطلحات التجارية باللغة الإنجليزية، وحسن اللغة الإنجليزية بتاعتك حتى تستطيع بإذن الله تعالى أن يكون لديك نوع من أنواع النمو والتمركز في السوق بإذن الله. في النهاية هتلاحظ أن المقارنة ما بين كلية حاسبات ومعلومات هي مقارنة ما بينها وبين كلية تجارة يجب أن يتم أخذها في الاعتبار، نظرا لأن كل منهم لديها مزايا وعيوب. في حالة أنك كنت في إحدى الأماكن البعيدة، المحافظات البعيدة التي لا يوجد فيها شركات أو مؤسسات، من المتوقع أنك لما تيجي تخرج لن تجد مؤسسة أو شركة محترمة فيها IT أو قسم نظم معلومات جيد، فهل يكون من الأفضل ليك أنك تدخل كلية تجارة؟ نظرا لأن كلية تجارة في الغالب هتطلع تشتغل من أول شغال في محل إلى شغال في مؤسسة أو بنك أو شغال في أي شيء، هتلاحظ بأن هذه الكلية هيكون مناسبة ليك أكتر من حاسبات ومعلومات، ولكن أنا عندي ميول في حاسبات ومعلومات، تستطيع أنك تستغل هذا الأمر في تحقيق العديد من الأمور. ولذلك هذا الجانب يجب أن يتم أخذه في الاعتبار، نظرا لأن كتير جدا بيكون عندهم بعض التصورات بأن هذه الكلية لن تكون لديها وجود في المستقبل، ولذلك حسن هذا الأمر عن طريق وجود نوع من أنواع التحليل للبيئة اللي أنت بتعمل فيها. هل هذه البيئة لديها سوق عمل مناسب ليك؟ هل لو أنت اتخرجت من حاسبات ومعلومات أنت موجود في العاصمة، موجود في أماكن يوجد ليها أماكن عمل، أنت محب ومهتم بمجال الجرافيك أو الديزايننج، وده جانب مهم جدا. لو أنت أصلا كانت هوايتك الكودينج، الديزاين، الأمور الخاصة بالحاسبات، هذه الكلية قد تكون مناسبة ليك، حتى لو أنت تشتغل فريلانسر أو تشتغل
تشتغل شغل حر، إذن أنت معاك الكلية حتى لو لن تستفيد من الاستفادة الكبيرة، ولكن هذا الأمر من النقاط التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار. من النقاط الأساسية المشتركة في كل من التخصصين وللأسف اللي موجودة إن مجال الدراسة للأسف لا يتواكب أو لا يوجد مع الجانب العملي. الخريجين كلية التجارة بيدرسوا أمور نظرية جدا، وكذلك خريجين الحاسبات والمعلومات لا يوجد ارتباط كبير بما يحدث على أرض العمل، ولذلك حاول أنك تعرف بأن ما ستدرسه في الدراسة هو بالتأكيد علشان تحصل على الشهادة نعم، ولكن حاول أنك تجتهد قدر الإمكان خارج الكلية أنك تحصل على العديد من الدراسات، أنك تقرأ في مجالك بشكل أكثر توسعا حتى يكون لديك نوع من أنواع القدرة على أداء العمل بشكل أفضل، وحتى تستطيع أنك تكتسب الخبرات. ولذلك جزء رئيسي جدا أنك تحاول أنك بعد التخرج تستثمر أكبر قدر ممكن في الشهادات والكورسات المهنية المرتبطة بمجالك، وكذلك أنك تدعم ده بالخبرة في المجال فأكثر من مؤسسة وشركة، حتى تستطيع بإذن الله تعالى أن تحقق النجاح لحياتك المهنية والأكاديمية. في النهاية هوضح أنه المفارقة أو المقارنة ما بين تخصص الحاسبات والمعلومات وتخصص التجارة هي من المقارنات التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار. مرة أخرى لا يوجد أفضل أو أسوأ، ولكن يوجد ما يمكن أن يكون مناسب ليك قد لا يكون مناسب لغيرك. حلل دوافعك الشخصية، حلل ما تحب وما تكرهه، حلل البيئة التي تعمل فيها والسوق العمل المرتبط والمقارب ليك. كل هذه الأمور بتدخل في عملية الاختيار، ولذلك هتجد بأن هذا الأمر يجب أن يتم أخذه وفقا لما أفردناه في هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن تستغفرك أتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات على صفحة اسمها الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.